بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن الستوري، القصة، هناخد مثال منها. يعني إيه قصة؟ هناخد منها مثال وإزاي القصة ممكن تتقسم لعدد من التاسكس. طيب هنعتبر إن في قصة افتراضية كده suggested story عن الميديسين، عن في مجال الطبي. بنقول مثلا افترض إنك أنت عندك طبيب، والطبيب دوت بيشخص المرض لبيشنت، لمريض، وعلى الكمبيوتر بيكتب ان المرض بتاعه كذا. طبعا السوفت وير لازم ياخد منه بقى اسم الايه، اسم المرض، وكمان الدواء او الدراج اللي هو المفروض يديهوله هو كذا. معايا؟ اه. يعني الراجل بيشخص مرض و ها بيكتب كمان الدواء المطلوب، وكمان بيكتب بعد الدواء المطلوب ايه؟ الجرعة بتاعته. معايا؟ اه. طيب دور السوفت وير هنا ايه بقى؟ انه يقبل منه كل الداتا دي كلها ويكونفيرم له، طيب انت كتبت الدواء كذا صح ولا غلط؟ طيب الجرعه، ها انت عايزها قد ايه؟ كم مللي جرام؟ كذا، مش كده؟ اه. اذا ده يا جماعه بنسميها بقى القصه، القصه اللي هو ايه بقى؟ اللي هي الستوري او السيناريو اللي ايه؟ اللي الكاستمر بيديه لايه؟ للسوفت وير انجينير عشان يقدر يعمل محاكاه له او يعمل له ايه؟ برنامج. حلو. احنا اتفقنا ان القصه الواحده مش كده ها بتتكون من بعد كده عدد من التاسكات، لكن احنا دلوقتي بديك فكره القصه دي بتقول ايه، القصه دي كلها بتقول ايه. لو انت قريتها طبعا طبعا اقراها براحتك، وهتلاقي انها بتقول الكلمتين اللي قلت لك عليهم دول. بتاخد من الدكتور ها اسم الدواء والعلاج بتاعه والجرعه، وكمان بيتشيك على الايه، على الجرعه، هل الجرعه دي كام، هو الطبيب بيدخلها بايده وبيقول له ها فعلا انت دخلت الجرعه الفلانيه معاه، وبيتشيك معاه اذا كان الايه اسم الايه الاسم اللي دخله صح ولا غلط، وبيسلكت بقى ايه الجرعه المناسبه للطبيب. جميل. طيب خلي بالك بقى، طيب ده البرنامج، ده القصه، هل من الممكن انها تنقسم لعدد من التاسكات؟ يعني تبقى فيها تاسك ها ممكن تكون ايه ناتجه عنها؟ اه. ايه هي بقى؟ فكر معايا كده. صحيح، برافو عليك. في تاسك فرعيه ممكن تقوم منها، اللي هي ايه؟ تشيكينج للدراج، للدوز. مش انا دلوقتي الطبيب كتب انا مثلا عايز جرعه 50 مللي جرام، مش كده؟ كتب في السيستم كده، انا هذا المريض مريض بالمرض الفلاني ويحتاج دواء الفلاني، وكمان الجرعه من الدواء دي مثلا 50 مللي جرام. طيب مش السيستم، السوفت وير اللي انت بنيه حضرتك مش لازم يعرف ال 50 مللي جرام دول في الحدود الامنه ولا لا؟ يعمل تشيكينج على الجرعه دي يا جماعه؟ هل اخلي السيستم اي حاجه كده الدكتور يكتبها يقول اه؟ لا، لازم يعمل تشيكينج. هو مخزن عنده ان الجرعه ممكن للانسان ممكن تكون من مثلا من 5 مللي جرام ل 10 مللي جرام. لو انا كتبت 50 مللي جرام كطبيب ممكن اكون غلطت وكتبت 50 غلطه معايا، لازم السوفت وير ينبهه ويقول له خلي بالك انت غلط. معايا يا جماعه؟ جميل. طيب تعال نشوف مع بعض. اه دي بقى تاسك، بقى التاسك دي بيسميها ايه؟ دوز تشيكينج. يعني ايه؟ يعني لازم والطبيب بيدخل الجرعه السيستم من جواه يعمل تاسك اسمها فحص الجرعه، هل هي في الحدود الامنه، هل هي ما بين المينيمم والماكسيمم ولا لا. شوف مكتوب ايه يا جماعه، تشيك ذا بريسكرايبد دوز اجينست ذا مينيمم اند ماكسيمم. اه. طيب لو هي خارج النطاق دوت، لو هي قليله جدا، النظام يطلع يقول لك لا قليله جدا. طيب لو الجرعه كبيره جدا، لا النظام له خلي بالك يا طبيب الجرعه ها كبيره جدا. معايا؟ اه. فاحنا بنقول هنا بقى اف اوت سايد ذا رينج ايشو ان ايرور مسج، يعني بيطلع رساله ايه؟ خطا، سينج ذا دوز از تو هاي اور تو لو. اف وزن ذا رينج، لو هي فعلا الجرعه اللي مدخلها الطبيب ايه في النطاق المسموح بيه، هنقول ايه كونفيرم انيبل ذا كونفيرم بوتون، بيبقى يطلع كده بوتون كده وعامل كده يا جماعه مطلع لي كونفيرم. اول ما يبقى الجرعه مناسبه يقوم ايه ظاهر البوتون ده، تقوم الطبيب ده كاتب كونفيرم او ضغط على كلمه كونفيرم، خلاص تسجل الجرعه في النظام. خلي بالكم يا جماعه، انا اديتكم القصه دي ليه؟ عشان تاخد خبره اكسبيرينس، تعرف البرامج بتشتغل ازاي، تعرف ازاي تحدد مواصفاتك، ازاي تبقى عندك ستوري، ازاي تقسمها تاسكات، ازاي كل ده، كل ده يا جماعه خبره. معايا؟ اه. يبقى اذا في الجزء ده اتكلمنا عن ستوري، واتكلمنا ازاي تقسم الستوري بتاعتك لعدد منين ها من التاسكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.